قولي اتعلمت رح زعيم احاول بيروت. احفظ، عم حاول انا عمري لهلا عم بتعلم كيف بينقال بالفرنش. فرنش اي ديزويت 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 قربت يعني بعد شهر بيمشي الحال. اه اوكي هذيك ديزيو بتصفي خليكي على 18. اوكي شو رح نهدي هلا؟ انا مش عمري 18 مرة عملني. شو رح نهدي هنادي وكل يلي ناطرين منك تغني؟ ما بعرف شو بدي غني. الله وقيك. كنتي عم هيك ترند حشي لما فتي لعنا وشبك حبيبي شي هيك. من بعد الغرقان مش غني راغدة، ما تخافي قلبها اساس انا صوتي كثير يعني. اوكي يا راغدة طب جربي غني انت. اي هلا انا صوتي بقى حدس ولا حرج. يلا. انت في دنيا كلاهي عن حبيب القلب ساهي، تغلي مو تباهي، حسي بي شوقي وتذكر. انت في دنيا كلاهي عن حبيب القلب ساهي، تغلي مو تباهي، حسي بي شوقي وتذكر. يا لا لا يا لا يا لا لا يلا غدا يا لا لا يا لا يا لا لا تغرق الغرقانة كثار. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا تغرق الغرقانة كثار. الله الله كثير. اتصال اخر من الحدث معنا صفاء. مرحبا صفاء. الو الو بونجور. بونجور اهلا فيك يا صفاء. بتعلي بليز صوتك شوي. اوكي تسمعك رحمه تفضلي. الو ايه رحمه. هاي صفاء. رحمه بونجور. بونجور حبيبي. هاي صفاء عم تسمعك بليز علي شوي صوتك. اوكي انا كثير معجبه فيك ما سوبر ستار وعم بحترك وعم تابعك على ستار اكاديمي. حياتي ثانك يو كلك ذوق وانا كمان بحبكم. شو كمان؟ او بليز حابة اسمع منك اغنية من نانسي عجرم سلمولي علي. سلمولي علي. سلمولي علي. تررررر. اوكي. اوكي صفا بس. وجاي نوال وبون علي. صاري تعرفها هلا. ايه اوكي. رجع لي لاياها. والله ولا بلقى ولا بقولها مستحيل. هلا من عندك ميرسي يا صفاء. وحدة وحدة ستيب باي. شكرا لك صفاء ولاتصالك. سيم تو يو يعني خلص. اوكي سيم تو يو. سيم تو يو هاي قهوة. بدك تسمعيها مباشرة؟ سلموا لي عليه. انا هاي الغنية في لي معها قصة. شو؟ هاي الغنية من اول ما يعني بلشنا نحضر لنفوت على الاكاديمية اعطونا اياها تنحفظها. فهي الغنية ما كنت احفظها عن جد. انا كثير بحفظ بسرعة بس هاي الغنية ما قدرت احفظها قد ما فيها كلام كثير يعني. غير غنية لنانسي حافظتي لها؟ ايه يلا سمعينا شيء. شو ذكروني في من البوم الجديد؟ الجديد ولا الاقدم شوي؟ يلا ما في يعيش. تعودت عليك وعطيتك حناني، روحي بيديك وحياتي وكياني. تعودت عليك وعطيتك حناني، روحي بيديك وحياتي وكياني. لولا عيونك غرامي دخلك سد كلامي. نحكي معك. سوري مش حافظتك كثير. لا المهم بلشت. المهم ايه المهم مقطع صغير. رحمه بتسافري كثير يعني اقامتك وين فينا نقول عم بتكون بشكل جدي وفعلي وثابت؟ هلا هي بالبحرين. اوكي بس انا بحب سافر كثير يعني حتى لو ما عندي شغل تلاقيني برا البحرين. وين بيجذبك اكثر شيء؟ اي بلدين اي عواصم؟ ما هي هاي المشكله هون بيروت. احلى شيء بيروت والله. من حظنا نحن ومن حظ اللي بحبوك اكيد. مع يعني مع احترامي لكل الدول العربيه بحبهم كثير ونفسي ازور. على فكره انا من محبين انه اعمل سياحه بالدول العربيه اكثر من اوروبا. ايه
ما بعرف عندي هيك شوية عينك على أي تعصب يعني مثلا حابة أروح تونس، حابة أروح الجزائر، المغرب العربي، إيه. وطبعا الخليج أنا زايرته كله، وين كمان بس شفتي سوريا؟ سوريا لا، رح نروح بعد كم يوم. بعد كم يوم هلا بس تنزل الاغنيه وتتصور، شو البلان اللي عملتي؟ رح توقعيها خارج لبنان يعني؟ في جوله رح بترافق الاغنيه؟ هلا لا، حيكون في، رح نعمل بعد الغنيه في ميديا داي. اوكي ايه، رح يكون هو مؤتمر، يعني عامله مؤتمر. ايه مؤتمر للغنيه. أوكي. ان شاء الله الله يوفقني بهالمؤتمر، لانه قلت لك نفس الشيء لحالي يعني عم بشتغل عليه. وبعد الغنيه، بعد خلصنا ما في شيء يعني، ان شاء الله بس انه هلا انا عندي اهم شيء انه خلصنا تنجح مثل ما انا حابه تنجح يعني. رح احاول ادعمها بكل الاذاعات وبكل التلفزيونات، وبتمنى انه هم يعني كمان انه يسمعوا. كمان ايه، وكمان ياخذوا بعين الاعتبار انه شخص عم بيشتغل منفرد، مش معه شركه انتاج. انا بعرف انه هون بصير في شويه ايد واجر بالتعاطي مع الفنانين، بيدعمون ببعض الاذاعات الخاصه، بنحس انه بيساعدون بشكل او باخر. صحيح، مآمنين بهم هن. لا وشوفي، هون بلبنان صراحه انا اكتشفت يعني اي، او مش بلبنان تحديدا، اي شخص بيحب الفن عن جد بصدق، وحاب انه يساعد شخص، انه هو يحسه انه هذا الشخص ممكن راح يحسن من صورة الفن اللي مع الأسف هلا شوية يعني بلش يخرب يعني. اوكي، فباقي بيحبوا يساعدوا يعني. الحمد لله انا قلت لك في كثير ناس عم بيساعدوني هون بلبنان، لهم علاقة بالفن يعني، لأنه السبب إيمانا بفنك وصوتك. اكيد الحمد لله. رح حاسين انه انا كثير مغرورة؟ ما عاد ما حسيت. ما بدك شوي صغير، بدك بالفصل الثالث بنحس. يمكن عنا بريك؟ لا بعد. مع مين عم تتواصل رحمه اليوم من زملائها اللي كانوا معها بالاكاديمي؟ بدون جقره. انا خايفه تكسر لها شيء. لا لا لا. شوفي، انا بتواصل يعني مع، كنت اتمنى اتواصل مع الكل. ولكن هو اول شيء بعد المسافه، بس انا بالنسبه لي بعد المسافه ولا شيء يعني. انا بس بحب شخص، ما في ولا شيء يبعدني عنه، فانا حبيتهم كلهم. اوكي، والله صدقا مش عم جامل ولا عم بيض وش ولا اي شيء مثل ما بتقولوا بلبنان، بس ما بعرف، في كثير امور بطل في اتصال بيني وبينهم. في بعض منهم عم بحكيهم، مثل محمد علي مغربي عم بحكي معه على تواصل انا وياه، نصيف، زينة، ألين، ريان، سلطان، عزوز، هون. لا في تواصل يعني. بس الأغلبية من الشباب يعني، ما في غير مع زينة أكثر شيء. زينة وألين وألين. رانيا مثلاً من مصر على الفيسبوك قليل، بس إنه عم أقول لك اللي أكثر شيء صراحة مغربي وسلطان ونصيف. نحن هلا صار وقت البريك، بركي بنكتشف في الفصل الثالث اذا انت متواضعه كثير ولا شايفه حالك كثير. هلا بنشوف. وبنوعدهم انه رح تغني رحمه كمان وكمان. بريك وبنرجع لكم مشاهدينا، خليكم معنا.